بتمرن حراسك، ممكن تدي يعني نصايح لفرقتك انه خلي بالك مثلا الحارس المنافس كان ابو جبل بالصدفه يعني، في الكورنر تحركه بيبقى عامل ازاي او في التسديد بيبقى عامل ازاي، ولو سالتك عن رايك في الهدفين اللي سجلهم الاهلي في شباك الزمالك، لو انت مدرب ابو جبل وبتكلمه بعد المباراه ممكن تلومه على حاجه منهم؟ فيما يخص المعلومات، نعم نقوم بإعطاء بعض المعلومات عن جودة حارس المرمى الخصم، هذا دور مهم، لكن كما قلت لكم مع جائحة كورونا لم أكن أعرف جيدا أبو جبل، لأنه كان هناك الكثير من الأمور، وأعتقد أنه في مباراة الأسكندرية في السوبر على ما أعتقد كان هناك الكثير من التغييرات. إذا نعم أعطي الكثير من التعليمات فيما يخص حارس المرمى الخصم، لأنني أقوم بتحليل أدائه أيضا، ولكن تحليلي للهدفين كانوا رائعان جدا. أقول لكم أن أبو جبل كما نقول عندنا انه كانت كما نقول لدينا في المثل انها قذيفه يوم الاحد، فيما معناه انها قذيفه رائعه جدا جدا. اذا كانت من الصعب التصدي لها، اذا وكما رايتم الكره ان الكره لم تقذف لم نقوم بتصويبها على وتصطدم بالارض مره او اثنين، لا انما كانت مباشره وعملت لوب في المرمى بطريقة من الصعب، وهو لم يكن يتوقع ولا أحد ينتظر أن تؤدى بهذه. وكما رأيتم الرد الفعل في الاستاد بالكامل كانت تسديدة رائعة، وكان أبو جبل في قمة الدهشة منها. وإن أقول لكم أن وأعتقد أننا يجب أن نركز أفضل على أن التسديدة كانت رائعة وليس خطأ أبو جبل، لأن التسديدة كانت لا تصد. سؤال لحضرتك وللكابتن سامي، هل كنت عامل حساب ضربات الجزاء أنه ممكن المباراة توصل لضربات الجزاء؟ كنت مهيئ حراسك إزاي؟ ونفس الامر الكابتن سامي، كنتوا اللعيبه بتشتغلوا على ضربات الجزاء؟ في مدربين ما بيحبوش يشتغلوا على ضربات الجزاء، يقول لك افضل انه يسدد في المباراه مباشره. هل كنت مهيئ الشناوي على ضربات ان احتمال ضربات الجزاء تبقى موجوده؟ وكان ساعتها ما كانش فيه اكسترا تايم بقى، كان هيبقى على ضربات جزاء على طول ان لم تخني الذاكره. طبعا بالطبع، نحن عندما نذهب الى من النصف النهائي نجهز دائما الى السيناريو الأسوأ، بمعنى الى ضربات الجزاء وكيفيه التصدي لها، وبالنسبه لجميع اللاعبين كما هو يقوم بتجهيز على التسديد اقوم انا بتجهيزهم على الصد، ودراسه لاعبي الخصم ايضا كيف يسددوا، هذه نقطه مهمه جدا. ونحن اقول لكم نعم ان الامور كانت ايجابيه، لكننا دائما ما نضع السيناريو الأسوأ، وحتى لضربات الجزاء وليس فقط للوصول لضربات الجزاء الترجيحيه. اذا في كل نقول لهم ان في كل التجهيز لكل مباراه ندربهم على ضربات الجزاء. قلت لي لما فايلر مشي كنت بترتب شنطتك وكنت مسافر، هل جالك التفكير ده في حاله لا قدر الله لو الاهلي كان خسر النهائي القرن زي ما اطلق عليه، كنت ممكن تجهز شنطتك وتسافر من زعلك ان الاهلي الله لا يقدر كان خسر البطوله دي؟ لا انا ليس لدي حقائب لاجهزها الان، انا سابقى هنا على اي حال من الاحوال، لم يعد لدي حقائب لاجهزها. طيب.